بالنسبه لحاله الاجنه ايه الاخبار يا دكتور؟ زي ما حضرتك شايف الاجنه بسم الله ما شاء الله كويسه قوي. وايه الفكره كلها ان هذه السيده قعدت 6-5 سنوات بتلف وما فيش اي نتيجه خالص. جير المشكله تلاقي المشكله عند الزوج، تكسير في الدي ان ايه بتاعه، لما عملنا العمليه الحمد لله ربنا كرمنا وعندنا اجنه مجمده، يعني ربنا اراد توأم بنتين المره دي، المره الجايه لو حب تختار جنس المولود نجيب ولد كمان تبقى العيله بتاعتها اتقفلت. طب الخمس سنين اللي فاتكم بتدور في ايه؟ هو كده المشكله كانت عند الزوج في الدي ان ايه نفسه بالظبط، كان عنده تكسير عالي في الدي ان ايه بتاعه، ما كانش بيحصل منه حمل او كان بيحصل تكوين اجنه داخل جواها واحنا ما كناش بنعرف اي حاجه خالص عن الموضوع ده. حضرتك يعني نصيحه لاي زوج يعني يعرف بسرعه ازاي ان هو يوصل للحل؟ هي الفكره كلها ان احنا تحديد دي ان احنا ما بنعملوش روتين لكل عيانين اللي عندهم تاخر في الانجاب، بس هي الحاله دي يعني كل فحوصاتها سليمه، الدنيا عندها كويسه قوي، فيعتبر التاخر والانجاب مش معلوم السبب قوي، فنبدا ندور على اسباب قليله. طبعا التكسير الديني او التكسير الديني بتاع الراجل هل له علاج؟ احنا بنديله الاول بعض فيتامينز وحاجات زي كده يتحسن حصل منه حمل، وحصل منه حمل يعني حصل منه حمل وكمل. لو ما حصلش كده يبقى خلاص نلجأ لوسيله من الوسائل دي، وبالتالي احنا خدنا العينه من الزوج ده خدناها من جوه الخصيه بالابره عشان نقلل نسبه التكسير في الدي ان ايه بتاعه. ودي يعني كاي راجل يعرف ان هو عنده النقطه دي ازاي او ياخد الخطوه دي ازاي؟ هو مجرد لو تاخر الحمل اكتر من سنتين وتحليل الزوج كويس والزوجه مش فيش اسباب تانية واضحه عندنا، نعمل تحليل دي ان ايه للسلمان بتاعه ونشوف الدنيا بتاعه، والتحليل بيتعمل عادي.